صدق يا امه كنت مرتاح بالقسم انا وصديق، ما كان فيش ولا مشتكي ولا مشكله توصل لنا. بأمارة ان المهربين كانوا بيقرحوا راسك. لا يا امه الله يحفظك، هذا كان خارج المنطقه، انا اكلمك على اهل القريه الطيبين. كل اهل اليمن طيبين، كلهم طيبين، ما عاد القله منهم الذي تعودوا على ارباح الحرب. اتمنى من داخل قلبي ان تفضي اقسام الشرطه هذه من المشاكل. بيوقع امه بيوقع. في اخبار عن محمود؟ والله ما اقول لك الا خير يا امه، خليت واحد يراقبهم تحت البيت، يراقب زوجته واولاده، يمكن يهرب لعنده. الدنيا طبيعي وعايشين طبيعي وما فيش اي حاجه. والله ما ادري امه، هذيك الأدمية لا مشاعر ولا احساس عنده، حتى المسؤولية. خير خير امه، ان شاء الله ما يصير لك كل خير. ها ايوه صديق، ايش حرب خارج المدينة؟ طيب طيب تمام. من هذا اللي هرب؟ صديق خليته يراقب عاصم. عاصم وش عمل؟ لما رجعت للمدينة بعد حادثة مقتل أبي مصطفى، أنا حاسس إنه هذا الرجل مش طبيعي، بعده حاجة، فقلت خلينا أراقبه. لكن سهل سهل يا أمه سهل.